بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكل السادة المشاهدين الكرام، ما زلنا مع حضراتكم بنصحح في سورة الإنسان اللي ما قروش المرة اللي فاتت، إن شاء الله يقروا معانا النهاردة. ما زلنا في بداية سورة الإنسان، فيلا مين آخر مرة ما قراش نبتدي؟ طيب بسارة يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا. لم يكن شيئا مذكورا. جميل. إنا خلقنا الإنسان. القلقلة بقى، أنا عندي القاف أهي في وسط الكلمة والقاف ساكنة، ده معناها إيه؟ إن الحرف أنا عندي ساكن، دي علامة السكون هنا، يبقى القاف عندي لا مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة، يبقى أنا لازم أعمل إيه؟ أهز الحرف. لو ما تهزش اللي هو القلقلة اللي مجموعة في كلمة قطب جد. جد القاف والطاء والباء والجيم والدال، فلازم أعمل إيه؟ أهز الحرف عشان يبان حرف معايا ده محتاج كده، محتاج كده عشان يظهر. يبقى خالق. خالق. من نطق. نطق نفس حكم الطاء عندكم هنا، يبقى ده حرف ساكن لا مفتوح لا مضموم ولا مكسور، حرف ساكن. وهنا الطاء عندي في وسط الكلمة اهي، هعمل ايه؟ أقلقل، حكمها القلقلة. من نطفة. نط. نط. من نطفة أم، لازم أبين التنوين. من نطفة أمشاج. لا يا سارة تاني. من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سريعا. نفسي هيخلص خلاص، أقف على حتة ينفع أقف عليها، وده بيجي بالإيه؟ بالتدريب، وإن أنا بقعد أقرأ فنفسي وقف. نبتليه فجعلناه، وما أجي أقف بقف على ساكن ولا متحرك؟ ساكن. بقف على ساكن. فجعلناه سميعا بصيرا. تمام. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بصي صي مش سي صي. بصيرا. جميل جميل. يلا يا شروق. إنا هديناه السبيل إما سبيلة، يبقى أنا حطيت ألف، وإن اللي أنت ابتديتيها أنت عملتيها أنها حرف مؤكد، وهنا الله يتحدث، الله هو الذي يتكلم، هو الذي يقول إنا هديناه، يعني أنا خلقتك أيها الإنسان وأحسنت، أوجدتك الأول من العدم، إحنا كنا عدم فالله أوجدنا وامتن علينا بالنعمة الإيجاد، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى مش خلقك بس، ده وجعلك سميع بصير، جعلك أدوات تستقي بيها العلوم والمعارف فتتعلم، فمن هنا قدسية ومكانة العلم في أن الإنسان المؤمن دايما يسعى إلى أنه يعرف في كل المجالات. وبعدين لما أداك أدوات السمع والبصر اللي تستقي بيها العلوم والمعارف مش سبك كده مع نفسك، ده هديناك ربنا اللي بيقول إنا هديناه السبيل. تاني بقى. إنا. إنا هديناه السبيل إما مش سبيلة. سبيلة. سبيلة أنا زودت ألف، ما فيش ألف، دي لام مفتوحة يا شروق. إنا هديناه. إنا هديناه السبيل إما سبيل إما سبيل سبيل مش سبيلة. سبيل دي لام فتحة مش لام ألف. إنا هديناه. إنا هديناه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كافورا. مش كاف، أنت عمالة تزودي ألفات النهاردة يا شوشو. يا
يعني السبيلة زودتي ألف. كافورة غير كافورة، الكافور حاجة تانية، إنما كافورة يعني جاحد، مش شاكر لنعمة الله، مش متبع لأوامر الله، فإنسان يكفر النعم. كافورة كافورة. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال، سلاسل وأغلال، سلاسل وأغلال، سلاسل وأغلالا وسعيرا، وأغلالا وسعيرا، وأغلالا وسعيرا. يلا يا شيخ عبد الله. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أحسنت. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بصيرا بصيرا، مش با، مش با، حزعل يا عبد الله كده. لا يا عبد الله، الباء فتحه ايه؟ قولوا معايا باء. باء، افتحوا بقكم، هي اسمها فتحه لان انا بفتح بقي وانا بنطق الحرف المفتوح، يبقى باء. با. اسمع، با با، بق يمين وشمال مفتوح، با با. بصي بصي، قولوا بس المقطع ده، بصي بصي. بصيرا بصيرا، كمل يا عبد الله. فجعلناه سميعا بصيرا بصيرا. بصي بصير، ما تقلبهاش سين، بصيرا. احسنت. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. أحسنت، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين يا رب العالمين.